افتتح سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب مجلس رئيس الوزراء فعاليات بطولة كأس العالم الثالثة للطيران الحر الداخلي، وذلك بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، ومعالي الشيخ محمد بن راشد آل خليفة رئيس اللجنة العليا للبطولة. أكد سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة أن نجاح مملكة البحرين في احتضان هذه البطولة العالمية يعد مكسبا وإنجازا رياضيا متميزا يضاف إلى ما حققته المملكة من منجزات في كافة المجالات، ويعكس في الوقت ذاته ثقة الاتحادات الرياضية الدولية في القدرات التنظيمية واللوجستية لدى المملكة وما تمتلكه من سجل متميز في تنظيم كبريات البطولات الرياضية العالمية في ظل ما تتمتع به من منشآت رياضية متطورة. ونوه سمو إلى أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر تحرص على تقديم كل الدعم والمساندة للقطاع الرياضي والرياضيين وتوفير الإمكانات والموارد اللازمة التي تمكنهم من تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل والمنافسات الرياضية. وقال سموه إن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء دائم التقدير لكل إنجاز رياضي يسهم في رفع اسم مملكة البحرين عاليا، وأن رعاية واهتمام سموه بالرياضة والرياضيين يأتي انطلاقا من إيمان سموه بالأثر الهام للرياضة في تنشئة الشباب وتنمية روح المنافسة لديهم. أكد سمو نائب مجلس رئيس الوزراء أن إقامة بطولة كأس العالم الثالثة للطيران الحر الداخلي على أرض مملكة البحرين وتواجد هذا الحشد الكبير من الرياضيين كان محط أنظار العالم إلى البحرين وعزز من المكانة التي اكتسبتها خلال وقت قصير كموطن لرياضة الطيران الحر الداخلي في المنطقة، فضلا عن أنه يدعم جهود المملكة على الصعيد السياحي. أشاد سموه بالجهود التي بذلتها اللجنة العليا للبطولة برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل خليفة في الإعداد والتنظيم للبطولة وما قام به فريق العمل من تهيئة كافة أسباب النجاح لها بما يليق بمكانة مملكة البحرين وسمعتها إقليميا ودوليا، معربا سموه عن فخره واعتزازه بما يتمتع به أبناء البحرين من قدرات إبداعية متميزة في مختلف المجالات. ثم ألقى الشيخ سلمان بن عبد الله آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للرياضات الجوية كلمة رفع فيها أسمى آيات الشكر والتقدير إلى جلالة الملك المفدى وإلى سمو رئيس الوزراء وإلى سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد على رعايتهم واهتمامهم بالرياضة والرياضيين في البحرين، الأمر الذي أسهم في تحقيق المملكة للعديد من الإنجازات الرياضية واستضافة الفعاليات والبطولات الكبرى. وأشاد بالدور الذي يقوم به معالي الشيخ محمد بن راشد بن خليفة الخليفة رئيس مجلس إدارة شركة جرافيتي أندور سكاي دايفينج في نشر رياضة الطيران الداخلي وتهيئة كافة الظروف المناسبة لتحقيق العديد من المنجزات في هذه الرياضة على المستوى الدولي. أكد أن نجاح مملكة البحرين في استضافة هذه البطولة العالمية رفع من ثقة الاتحادات الدولية مما يؤكد الدور الذي يطلع به أبناء البحرين في تحدي الصعاب وإنجاز الأعمال والمهام في وقتها، الأمر الذي يزودهم بالكثير من الخبرات. Thank you.
سعيدين جدا اليوم باستضافة هذا الحدث الكبير، ومثل ما شفنا أعداد كبيرة من الدول. نشكر القائمين على الحدث، وإن شاء الله نتمنى أن نشوف مثل هذه الرياضات اللي لا شك أنها نوع من السياحة الرياضية اللي في نهاية الأمر تضخ في الاقتصاد الوطني. يشرفني التواجد اليوم في مملكة البحرين لحضور هذه البطولة، وهي بطولة هامة للغاية، ونحن نشيد هنا بهذا التنظيم المميز ونتطلع إلى الاستمتاع بالمنافسات بوجود هذا العدد الكبير من الأبطال العالميين المشاركين في هذه البطولة. استضافة كأس العالم الثالث طيران حر داخلي يعني الكثير للبحرين، لأن هاي يطلع الكوادر البحرينية وإنجازاتها في ترتيب وتنظيم مثل هذه البطولات، ومو بس كذي، علشان احنا نراوي حتى الشعوب الجاية من برا تراثنا وتقاليدنا، ونراويهم قدرتنا في استضافة بطولات عالمية. واحنا متأكدين ان يعني هاي النوعية من البطولات بتحط مملكة البحرين على الخارطة العالمية.